اطلع وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي على الترتيبات الجارية لبدء مشروع زيادة السعة التخزينية في الموقع الجديد لبناء الخزانات في منشأة غاز بروما لسد حاجة محافظة حضرموت وتوفير احتياطي للمحافظة من الغاز المنزلي. وأوضح وزير النفط والمعادن بأن مشروع الخزن الجديد يتضمن بناء 4 خزانات بسعة 400 طن سيضاف إلى السعة التخزينية السابقة والتي تصل إلى 152 طن ليرتفع معه إجمالي إنتاج المنشأة إلى 552 طن من الغاز المسال، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي في توفير مخزون استراتيجي للمحافظة وتأمين حاجة المواطنين من الغاز المنزلي، مشدداً على سرعة البدء بالتنفيذ بحسب المواصفات التي أقرها المشروع ومناقصته والاهتمام بنظام الأمان في الخزانات الجديدة وفي المنشأة بشكل عام. وأضاف الوزير الشماسي ومعه وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق ومدير عام شركة النفط اليمنية فرع المكلا الدكتور خالد العكبري في عدد من مواقع المنشأة مستمعين إلى شرح مفصل من قبل مديرها حول آليات العمل والصعوبات التي تواجهها والخطط المستقبلية الهادفة لتوسيع إنتاجها وتطوير عملها وتحسين ظروف العاملين فيها.